بونجور جو سام ديال الموند، ميزوغيزوغي ان شاء الله تكونوا كاع بيان في الناس بلوكس فيديو جديد. اول مره تشاهد قناه في الناس بلوكس، مرحبا بك، سوف تستفيد كثيرا. اذا فيديو اليوم ساشرح لكم لاول مره اسهل برنامج للهجره الى كندا، انت وعائلتك بشروط سهله، وذلك فقط بملء استماره مجانيه. هنا الرد على طلبك سيكون في 15 يوم فقط، اذا فرصه للهجره الى كندا. هنا متابعة كاملة للفيديو، سأشرح لكم هذا الموضوع بالتفصيل الكامل في الموقع الرسمي. هنا سأشرح لكم شروط وطريقة التقديم إلى هذا البرنامج، سأبدأ الشرح ميزاني. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك في قناة فيرنس فلوكس، الضغط على زر الإعجاب، ترك تعليق محفز للقناة، ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. هذا هو الموقع الرسمي لبرنامج اليوم، modernimmigration.com. هذه هي الصفحة الرسمية لبرنامج اليوم باللغة الإنجليزية. هنا برنامج اليوم خاص بمدينة موردن، نلخص لكم لمحة تعريفية على هذه المدينة كما تشاهدون. هنا مدينة موردن تابعة لمقاطعة مانيتوبا بكندا، عدد سكانها قليل جدا، فهم بأمس الحاجة إلى اليد العاملة. إذا فرصتكم للهجرة إلى كندا أنتم والعائلة. ترجم الصفحة إلى اللغة العربية لأشرح لكم موضوع فيديو اليوم. الهجرة إلى مدينة موردن، يقدم طلب على الأنترنت. هنا ما ستحتاجون للتقديم، هنا الشروط، لديكم استمارة التقديم، هذه هي استمارة التقديم، نموذج الطلب، سأشرح لكم طريقة التقديم بعد قليل. هنا سوف تحتاجون أيضا إلى السيرة الذاتية لمقدم الطلب الرئيسي والزوج، هنا سيرة ذاتية إنجليزية بالمواصفات الكندية. لتسهيل الأمر عليكم سأترك لكم رابط فيديو سابق شرحت فيه كيفية إنشاء السيرة الذاتية الإنجليزية بالمواصفات الكندية، تجدون الرابط مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. أيضا سوف تحتاجون إلى نسخة من جواز السفر، هنا أيضا نتيجة اختبار اللغة، هنا اختبار اللغة إما ULTS اختبار اللغة الإنجليزية أو اختبار اللغة الفرنسية TOEFL TCF كندا. هنا يجب اجتياز أحد هذين الامتحانين. هنا فيما يخص نتيجة أحد الاختبارين لم يحدد المستوى المطلوب. إثبات أموال التسوية أو مسح كشف الحساب المصرفي أو تقدير الممتلكات، ان كونت بانكير حساب بنكي بقيمة مالية، سأشرح لكم كل هذه التفاصيل عند ملء استمارة التقديم. هنا هذه هي استمارة التقديم أو نموذج الطلب، قم بتنزيل نموذج الطلب. قد يطلب منك طباعة بعض الصفحات لتوقيعها والمسح الضوئي وتحميل نموذج الطلب الكامل. هنا سأشرح لكم طريقة ملء هذه الاستمارة، سنضغط على هذا البي دي اف لتحميل الاستمارة. تم تحميل الاستمارة، سأدخل إلى الاستمارة. هذه هي الاستمارة كما تشاهدون، Modern Community Driven Immigration Initiative. هنا سوف تملأون هذه الاستمارة باللغة الإنجليزية، ابقوا في المتابعة، سأشرح لكم كيفية ملء هذه الاستمارة بالتفصيل الكامل. هذه هي الاستمارة، أولا سوف تكتبون تاريخ اليوم، تكتبون اليوم الشهر السنة، contact information تكتبون هنا الأدرس العنوان الكامل، فون تكتبون رقم الهاتف، الإيميل البريد الإلكتروني الخاص بكم، سكايب أدرس تكتبون اسم سكايب إذا كان لديكم. هنا لدينا فيدرال إكسبرس أنتري نمبر، هنا إذا كان لديك حساب في الأنتري إكسبرس تكتب رقم الملف، إذا كنت لا تملك حساب في الأنتري إكسبرس تترك الخانة فارغة. هنا لدينا ليجل نيم، هنا تكتب الاسم واللقب الخاص بك، ديث أوف بيرث تكتب تاريخ الميلاد، تكتب اليوم الشهر السنة، كونتري أوف بيرث هنا تكتب بلد الميلاد. لدينا هنا جندر مال فيميل، هنا تكتب نوع الجنس إما ذكر أو أنثى.
هنا لدينا Language Test Score فيما يخص امتحان اللغة الإنجليزية ULTS أو امتحان اللغة الفرنسية TOEFL كندا. هنا يمكنكم اجتياز أحد الامتحانين إذا تحصلتم على نتيجة يمكنكم كتابتها في هذه الخانة. إذا لم تقوموا باجتياز أحد الامتحانين فأتركوا الخانة فارغة. هنا لدينا هذه الخانة Full Legal Name of Epouse. هنا إذا كنت متزوج سوف تملأ الزوجة المعلومات الخاصة بها. لدينا هنا Date of Birth تاريخ الميلاد، تكتب اليوم، الشهر، السنة، Country of Birth تكتب البلد. هنا تكتب في هذه الخانة أو تختار هذه الخانة Female، وهنا العكس إذا كانت الزوجة هي التي سوف تملأ الاستمارة تكتب المعلومات الخاصة بالزوج. وإذا كنت سوف تملأ هذه الاستمارة وحدك سيليباتير أعزب تترك الخانة فارغة. هنا لدينا Language Test Score بالنسبة لريبوز الزوجة. هنا إذ اجتازت أحد الامتحانين تكتب النتيجة هنا، وإذا لم تجتاز أحد الامتحانين سواء ULTS أو TOEFL كندا تترك الخانة فارغة. هنا فقط ملاحظة بالنسبة لليبوز الزوجة. هنا إذ اجتاز الزوج أحد الامتحانين فهي ليست إجبارية لاجتياز أحد الامتحانين هي أيضا. هنا إذ لديهم أطفال يكتبون العدد ويكتبون أيضا تاريخ الميلاد الخاص بكل طفل، تكتبون اليوم، الشهر، والسنة في هذا الجدول. ثانيا لدينا connection to Canada. هنا مثلا إذ لديك أحد أفراد العائلة أو أصدقاء يعيشون مثلا في موردن، مثلا في مانيتوبا، مثلا في كندا، تختارون الخانة المناسبة وتضغطون عليها. هنا إذ كنت لا تملك أي أحد في هذه المقاطعات موردن أو مانيتوبا أو كندا تختار هذه الخانة No Family Friend or Associate in Canada. هنا في هذا السؤال If Family What is the Relationships Please Specify. هنا إذ اخترت مثلا لديك أحد أفراد العائلة متواجد في كندا، هنا تكتب ما هي العلاقة التي تربطك به. لدينا هذا السؤال How long have the above friends of family been in Canada? If they are in Manitoba, are they able to support your application directly to the MPNP? معنى هنا ما هي المدة التي يتواجد فيها هذا القريب أو أحد أفراد عائلتك، وهل يمكنه مساعدتك في التقديم إلى هذا البرنامج؟ إذ كان لديك تكتب كل المعلومات في هذه الخانة. هنا لدينا ثالثا Available Statement Find. هنا فيما يخص المبلغ المالي الذي تملكه في حسابك الخاص. هنا Please List an Canadian Equivalent Fund. هنا لديك مثلا في الحساب الخاص بك Cash Account مبلغ من المال تكتبه هنا بالعدد بالدولار الكندي. House apartment value إذ لديك هنا مثلا منزل أو شقة تكتب قيمة هذا المنزل أو الشقة هنا بالعدد بالدولار الكندي. Other إذ لديك مثلا أشياء أخرى مثلا سيارة، قطعة أرض تكتب هنا قيمة السيارة أو قطعة الأرض بالعدد وبالدولار الكندي. رابعا لدينا Education and Employment. هنا What type find of employment would you be most interested in gaining on arrival to Morden. هنا ما هي نوع الوظيفة التي تريد العمل بها في أو عند وصولك إلى موردن. هنا Declare the knock code of principal applicant. هنا سوف تكتبون اسم الوظيفة الخاص بكم أو النوك. هنا النوك هو المسمى الوظيفي للوظيفة التي تعمل بها حاليا. مثلا هنا طبيب لديه نوك خاص به، مثلا مهندس لديه نوك خاص به.
هنا لتسهيل الأمر عليكم فيما يخص هذا الموضوع سأترك لكم رابط فيديو سابق شرحت فيه كيفية البحث والعثور على النوك الخاص بك بالنسبة لوظيفتك في كندا. ستجدون الرابط مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هنا لدينا Principal Applicant، هنا المقدم الرئيسي يكتب الاسم واللقب الخاص به، هنا ريبوز يكتب اسم ولقب الزوجة في هذه الخانة. لدينا هنا في ما يخص التعليم بالنسبة للمقدم الرئيسي، مثلا هنا إذا كنت أعزب تكتب كل المعلومات الخاصة بالتعليم، إذا كنت متزوج تكتب كل المعلومات الخاصة بك في هذا الجدول، وأيضا سوف تكتب الزوجة كل المعلومات الخاصة بها فيما يخص التعليم في هذا الجدول. أيضا هنا تكتب السنة والشهر، مثلا البداية من شهر أكتوبر، مثلا مثال فقط للشرح، مثلا 2016 إلى 2020 كمثال فقط للشرح. Name of institution، هنا تكتب اسم الكلية، مثلا اسم الجامعة. City and country، هنا تكتب المدينة والدولة أو البلد. Type of certificate or diplomat issued، هنا تكتب اسم الدبلوم المتحصل عليه أو الشهادة، مثلا ليسونس، مثلا ماستر، مثلا دكتورة في هذه الخانة، ونفس الشيء بالنسبة للزوجة. هنا فقط ملاحظة بالنسبة للأشخاص الذين يملكون مستوى أقل من البكالوريا أو مثلا لديهم تكوين مهني، يمكنهم أيضا التقديم وملء هذه الخانة فيما يخص التعليم، وتملأون كل المعلومات الخاصة بكم في الجدول بالنسبة للمقدم الرئيسي وبالنسبة للزوجة. دي لدينا Work History of Principal Applicant، هنا فيما يخص الخبرة المهنية بالنسبة للمقدم الرئيسي وبالنسبة للزوجة. هنا تكتب الشهر والسنة، البداية ونهاية العمل. Occupation Job Title، هنا تكتب اسم الوظيفة التي تعمل بها أو عملت بها أو العمل. Type of Company، هنا نوع المؤسسة التي أو الشركة التي عملت فيها. Name of Company، هنا اسم الشركة التي تعمل بها، وهنا نفس الشيء فيما يخص الزوجة، تملأون نفس المعلومات التي شرحتها الآن إذ كانت هي أيضا تعمل. خامسا Application History and Travel History. A have you ever worked or studied outside of your home country including Canada؟ هنا مثلا إذ درست أو عملت من خارج بلدك في كندا، هنا إذ كانت الإجابة yes تضغط على هذه الخانة، إذ كانت الإجابة لا تختار هذه الخانة no، هنا إذ كانت الإجابة yes تملأ هذا الجدول، هنا years السنوات، هنا province country، هنا أين مثلا درست أو عملت فيما يخص المدينة أو المقاطعة، تذكر الاسم. هنا type of training or job، هنا تذكر اسم أو نوع الدراسة واسم ونوع العمل الذي قمت به في كندا. هنا لدينا B if invited to take part in our program you will be required to come to more than for an exploratory visit. Have you ever applied for a travel visa to Canada؟ هنا مثلا إذا قمتم بزيارة استكشافية لمدينة موردن سابقا أو تحصلتم على فيزا لزيارة كندا تختارون الإجابة yes، إذ كان العكس تختارون no. هنا في حالة اختيار الإجابة yes تكتبون هنا year السنة التي تحصلتم على الفيزا. Purpose هنا الهدف، هنا result هل كانت مقبولة هذه الفيزا أو مرفوضة. أنا في الحالة الخاصة بأختار no وأترك هذه الخانات فارغة. هنا لدينا C has an immigration application ever been submitted for a principal applicant or dependent for Morden's community driven immigration initiative Manitoba provincial nominee program
in other provincial nominee program federal or any other Canadian immigration program هنا yes أو no هنا مثلا إذ قدمتم لأحد برامج الهجرة إلى كندا مثلا لدينا مانيتوبا provincial nominee program أو برنامج آخر أو برنامج آخر في كندا هنا تختار الإجابة الصحيحة حسب حالتك الخاصة إما yes إما no هنا لدينا هذه الأسئلة لدينا السؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث والسؤال الرابع والسؤال الخامس هنا في حالة الإجابة مثلا هنا بأنك قدمت إلى أحد هذه البرامج يجب الإجابة على هذه الأسئلة في حالة أجبتم أنكم لم تقدموا إلى أحد هذه البرامج نو تتركون هذه الخانة فارغة ولا تجيبون على هذه الأسئلة هنا فيما يخص هذه الأسئلة لدينا السؤال الأول هو the principal applicant من هو المقدم الرئيسي when was the application submitted متى قمت بالتقديم لهذا البرنامج هنا لدينا السؤال الثالث has the application been denied هل تم رفض طلبك في هذا البرنامج why was the application denied ما هو سبب الرفض لدينا السؤال الخامس How has this situation changed؟ هنا مثلا عند رفضك للمرة الأولى للطلب الخاص بك قمت بالتقديم بطلب ثاني هنا تذكر التغيرات التي قمت بها في ملفك الخاص لدينا سادسا other information A please indicate the service characteristic facility and other criteria that are important to have and a new community to meet the needs of your and your family why do you feel that Morden will meet your needs هنا تكتبون فقرة صغيرة في بضعة أسطر تذكرون مثلا الأشياء التي سوف تساعدكم في الاستقرار في مدينة موردن والعيش بها بطريقة سهلة مثلا السكن مثلا الدراسة للأولاد مثلا توفير مكان للعمل إلى غير ذلك سوف تكتبون هنا الفقرة باللغة الإنجليزية B. Please indicate how you learned about the following modern community-driven immigration. هنا تجيب على هذا السؤال كيف تعرفت على برنامج موردن هنا لديك مثلا عن طريق مستشار مثلا ويب سايت مثلا عن طريق العائلة والأصدقاء أو شيء آخر مثلا عن طريق اليوتيوب هنا تختارون الإجابة المناسبة لدينا هنا C attachment required for this application هنا scan of signed page of this application هنا عند ملء هذه الاستمارة سوف تقومون بالإمضاء عليها وسوف تقومون بنسخها PDF تقوم أيضا بنسخ السيرة الذاتية هنا سيرة ذاتية إنجليزية بالمواصفات الكندية وأيضا تقوم بنسخ نتيجة امتحان اللغة سواء الULTS امتحان اللغة الإنجليزية أو الامتحان الثاني TCF-TUF كندا وتقوم أيضا بنسخ جواز السفر صفحة من جواز السفر بالنسبة للمقدم الرئيسي هنا scanned copy of bank statement هنا أيضا سوف تقومون بنسخ وثيقة للحساب البنكي فيه قيمة مالية كما شرحت سابقا هنا فيما يخص هذه الوثيقة scan of the letter showing you have been accepted onto the Federal Express entry poll هنا مثلا إذ لديك وثيقة تثبت بأنك مقبول في الفيدرال إكسبرس entry هنا يمكن إضافتها هنا لدينا educational equivalency document example US هنا إذ قمت مثلا بمعادلة الشواهد للدبلومات الخاصة بك أو لأي وثيقة يمكن إضافتها أيضا هنا تكتب الاسم الكامل الخاص بك تكتب هنا الإيميل البريد الإلكتروني الخاص بك فون رقم الهاتف هنا في هذه الصفحة وي تكتب الاسم الكامل
هنا برانسيبال أبلاينغ تكتب أيضا الاسم واللقب الخاص بك، تكتب أيضا هنا اسم واللقب الزوجة إذا كنت متزوج. هنا سينياتور الإمضاء بالنسبة للمقدم الرئيسي وللزوجة. هنا دات تاريخ اليوم وتاريخ ملء هذه الاستمارة. هنا تعيد كتابة الاسم الكامل بالنسبة للمقدم الرئيسي، ضغط هنا تاريخ التقديم، وهنا سوف تقوم بالإمضاء سينياتور بالنسبة للمقدم الرئيسي. هنا عند الانتهاء من ملء جميع صفحات هذه الاستمارة وتحضير هذه الوثائق المطلوبة، تقومون بإرسال الاستمارة والوثائق إلى هذا البريد الإلكتروني الخاص بمقاطعة موردن info@mordenimmigration.com، وبالتالي قدمنا طلب للهجرة إلى هذه المقاطعة وتنتظرون هنا الرد إما بالقبول أو الرفض. هنا مثلا في حالة القبول سوف يشرحون لكم جميع الخطوات التي سوف تقومون بها من أجل الهجرة إلى مقاطعة موردن. أتمنى أنكم استفدتم من شرح فيديو اليوم. هنا قمت بتبسيط الأمر عليكم على كيفية ملء هذه الاستمارة. لا تنسوا فقط ترك لايك للفيديو ونشر الفيديو ليستفيد الجميع من هذا الموضوع. شكرا على المشاهدة وبالتوفيق للجميع.